أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية ليوم الاثنين. وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انهاء الفرز وفتح باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضي، وأعلنت عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة. وقام الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. تنص المادة 140 من الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين. فيما تنص المادة 241 مكررا من الدستور على أنه تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، هذا في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية. وقام أيضا الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. وأعلنت الهيئة الوطنية أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد من الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري. كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلقى بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم بشأن جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، هذا خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة. تنص المادة 140 من الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. فيما تنص المادة 241 مكررا من الدستور على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 39,702,451 صوتا. وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضي، وأعلنت عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة. قام أيضا الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. أعلنت أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أن عدد المقيدين بقاعدة البيانات قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية هم 67,324,037 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44,776,068 ناخبا. إذن مشاهدينا هذا كل ما لدينا حتى الآن، لكن أكرر على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 39,700,451 صوتا.
إذا إليكم مشاهدينا بالتفاصيل وبلغة الأرقام. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في ولاية جديدة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الاثنين. وأعلنت الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 39,700,000 وأيضا 451 صوتا. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة. قال أيضا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الشعب قال كلمته والرسالة وصلت، وهي أن مصر هي غاية المراد، مشيرا إلى أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع داخل وخارج مصر تلبية للوطن صانعين ملحمة. وبارك المستشار حازم بدوي للمصريين عن انتهاء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه الانتخابات مميزة فقد شهدت مشاهد لأول مرة نشهدها، حيث خرج كل أطياف الشعب ليقولوا رأيهم، وكان يصعب التمييز بين صفوف السيدات وصفوف الشباب وذوي الاحتياجات وكبار السن. وأكد أن الهيئة سمحت لوسائل الإعلام والصحف ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ولم يكن هناك ما نخفيه ولكن كان لدينا ما نفخر به. وقام الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. وأعلنت أيضا الهيئة الوطنية أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين بالانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 من ديسمبر الجاري. أؤكد على حضراتكم المشاهدين أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 39,702,451 صوتا، وتسلمت الهيئة الوطنية جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضي. أعلنت أيضا الهيئة عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة، وقام الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. تنص أيضا المادة رقم 140 من الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. فيما أخيرا تنص المادة 241 مكررا من الدستور على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه للمرة التالية. أخيرا مشاهدينا، هذا ما كل ما لدينا حتى هذه اللحظة، وأعلن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد لفترة جديدة وولاية جديدة. نوافي حضراتكم بكل ما هو جديد على مدار الساعة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.